توزيع الإنارة متساوي بالسقف بيعطينا إنارة متساوي بالفراغ، بينما توزيع الإنارة حسب عناصر الجذب بيعطينا تباين بالإنارة بيظهر الأشياء بطريقة أجمل. فلما نشوف توزيع الإنارة بطريقة توزيع الإنارة حسب عناصر الجذب، فينا نقلل العدد، فينا نقلل استهلاك الكهرباء والصيانة، ونخلي الإنارة أجمل من لو كانت الإنارة متساوية. الإنارة متساوية عدد أكبر، لاحظين 50 سبوت لايت، والإنارة باهتة بالفراغ وما عطت أي جمالية، استهلاك أكبر وصيانة أعلى، بينما توزيع الإنارة المدروس بيعطينا جمالية أكبر بدون ما يقلل 27 سبوت لايت توزعت على العناصر المهمة، اللوحة، النباتات، الحيط، فمنشوف الجمالية عالية بهذا المكان. بينما لما نوزع إنارة بتساوي وعدد أكبر اختفت هالجمالية، اختفت التباين الجميل، صارت الإنارة كئيبة. 50 سبوت لايت مقابل 27 سبوت لايت اللي هو العدد تقريبا النص، فبالتالي استهلاك الكهرباء تقريبا النص، والصيانة أقل وأجمل. طبعا لازم نختار زوايا ضوء مختلفة، ولازم تكون إنارة مدروسة، أحسن من وزع إنارة بالتساوي. وبنهاية المقطع ما تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.